أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها سيناريوهات ما بعد الكويت على ضوء انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على المشاورات وتشكيل مجلس سياسي لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها. أعلن تحالف الانقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع بالأمس تأسيس مجلس سياسي لإدارة البلاد، وتأتي هذه الخطوة الانقلابية قبيل انتهاء المدة التي اشترطها الحكومة اليمنية وأعلنتها دولة الكويت. وفي إطار ردود الفعل قالت مصادر سياسية في الكويت إن الوفد الحكومي أعلن أن هذه الخطوة تعد إعلان وفاة للمشاورات وللحل السياسي، وأن الوفد يستعد لمغادرة الكويت. أما المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ فقد قال إن هذه الخطوة الانفرادية تعرض مسار المشاورات للخطر وتتعارض مع القرار الأممي 2216. المسار الذي تحدث ولد الشيخ أنه تعرض للخطر لم يفضي خلال الثلاثة الأشهر الماضية إلى أي اتفاق أو حتى إلى تثبيت وقف لإطلاق النار، فميليشيا الحوثي والمخلوع مستمرة في إشعال جبهات القتال وقصف المدنيين في تعز ومأرب وغيرها من المحافظات اليمنية، ولم تتوقف الانتهاكات ولو يوما واحدا بعد هذا الإجراء الانقلابي من الانقلابيين وانتهاء فترة المشاورات. تحاصر المشهد اليمني أسئلة عديدة، هل ستعلن الأمم المتحدة الطرف المعرقل للحل السياسي؟ وهل قدمت الحكومة البراهين الكافية للمجتمع الدولي لإثبات عدم جدية الانقلابيين في حل سياسي سلمي؟ وبعد هذا الاتفاق هل أصبحت المملكة السعودية تحديدا مقتنعة بضرورة الحسم العسكري في اليمن، أم أن هناك سيناريوهات دولية وأقليمية ستدخل الأزمة في متاهة جديدة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة مع ضيوفنا من الكويت الدكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي في المشاورات، ومن أبها الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأدعوكما كما هي العادة في مسار البرنامج للإجابة على سؤال مشترك، أبدأ مع الدكتور معين عبد الملك. دكتور معين، هل تعتقد بأن خطوة الانقلابيين بالأمس تعتبر المسمار الأخير في نعش الحل السياسي في اليمن، أم لا زال هناك أمل لاستمراره؟ أعتقد أنها لم تهدد فقط هذه الجولة من المشاورات، لكن تهدد أو تقوض المسار السياسي بأكمله. نعم، شكرا لك دكتور. أيضا نفس السؤال للعميد حسن الشهري. سيادة العميد، من وجهة نظرك أنت، هل تعتقد بأن خطوة الانقلابيين بالأمس أيضا هي المسمار الأخير في نعش الحل السلمي للأزمة في اليمن، أم لا زال هناك أمل للاستمرار؟ هذا إعلان لوفاة المشاورات التي بدأت قبل ثلاثة أشهر، إعلان نهائي. إذن أشكركم على هذه الإجابة المختصرة ضيفي الكريمين. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نبدأ النقاش. حياكم الله من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتور معين عبد الملك. دكتور معين، إذن طرفي الانقلاب ربما هذه المرة أكثر وضوحا وأكثر أيضا تحديا لكم وللمجتمع الدولي، إذن خطواتكم العملية بعد هذا الإعلان ما هي دكتور؟ خطوة أن أنهت التكهنات والترقب حول هذه الجولة والتي بدأت بتصعيد واضح منهم. ما حدث في مشاورات الكويت منذ بداية إلى الآن كان هو، كنا واضحين من البداية أن الطرف الآخر غير جاد في الالتزام بقرارات مجلس الأمن، محاولة لخداع المجتمع الدولي لثلاثة أشهر بأنه ملتزم بالقرارات الدولية. أعتقد بيان ولد الشيخ أمس كان واضح مدى الإحباط من الخطوة الأخيرة ومن خداع الطرف الآخر. الآن أصبح لدى المجتمع الدولي ثقة بالطرف المعرقل وتملصه من كل الاتفاقات وإصراره على الانقلاب وعلى العنف في اليمن. كانت الجولة السياسية هي الرغبة من الطرف الحكومي وحرص على كل مسارات السلام.
ما حدث بالامس كان انتهاك صارخ وواضح للقرارات 216، وهذا باين في بيان ولد الشيخ. نعم. اذا المسار هذه الجوله انتهت التكهنات والترقب حول هذه الجوله. نعم. ولا ستبدا سيبدا مسار جديد. اعتقد المبعوث الدولي الان قد يخوض جولات مكوكيه، لكن كل ما بنى يحتاج الى تقييم للمسار السياسي بالكامل. نعم. لم تتح له طرح اي مقترحات، فالموضوع كله سيعاد تقييمه. نعم. اذا دكتور السؤال الاهم، اذا مبعوث الامين العام للامم المتحده هل سيحدد المعرقل للتسويه السياسيه في اليمن؟ اعتقد هناك الكثير من الخطوات. خطوه امس كانت البدايه في البيان، كان البيان لهجته واضحه بالانتهاك وبالقرارات الدوليه، وحتى في لقاءات مع كثير من السفراء كان الجميع مصدوم للخطوه التي اتخذت وتوقيتها. نحن في مشاورات باستضافه الكويت برعايه دوليه واقليميه. ما هي الرساله؟ رساله ضرب بعرض الحائط بكل المسار السياسي، بالشرعية الدولية، باحترامهم للقرارات. فالخطوة الأولى كانت البيان، لكن أتوقع خطوات قادمة من المجتمع الدولي أيضا. نعم. إذا دكتور تكرم البقاء معنا، إذا نشرك معنا في أو ضيفي على الطرف الآخر سيادة العميد حسن الشيري. سيادة العميد، إذا أنت رأيك في اتفاق الذي أعلن أمس بين طرفي الانقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ هذا الاتفاق انا اعتقد او ارى بشكل شخصي، وان شاء الله انه يلامس الحقيقه. نعم. ان ما حدث في صنعاء امس هو باشاره واشاره خضراء من الامم المتحده تحديدا، قول فصل ما لم يثبت العكس. لم يستطيع على عبد الله صالح ولا عبد الملك الحوثي ولا مرتزقتهم ولا عملائهم أن يقدموا على مثل هذه الخطوة إلا ولديهم ضوء أخضر من جهات عليا. الأمم المتحدة كان مسارها في اليمن مع الأسف سيء منذ ابن عمر سابقا، ثم من خلفه حاليا إسماعيل ولد الشيخ. إسماعيل ولد الشيخ يعطي كلام لوصف الحكومة الشرعية لليمن، ويعطي كلام آخر للحوثيين. لا يستطيع أن يقول حقيقة في وقت واحد أمام الجميع، لا يستطيع أن يحدد الطرف الحقيقي لمن يفسد المفاوضات. نعم. أعطاهم الوقت الكافي، استطاعوا أن يعيدوا انتشارهم، أن يهربوا السلاح، أن ينتشروا في بعض المناطق جنوب كعب في حرب في بعض أثناء المهلة الثلاثة أشهر أو الهدنة الماضية. أنا أعتقد أنه الآن الصورة أصبحت واضحة أمام القيادة اليمنية، وسمعنا لتصريحات ما يوثق أو يؤكد على أنه سيكون هناك قرار سياسي يتبع قرار عسكري مدعوم بالتحالف العربي للجنوح إلى الاستراتيجية المباشرة. نعم. ومن ثبت بالفعل أن الاستراتيجية الغير مباشرة قد فشلت بل توقفت. نعم. سيادة العميد، هل يمكن ربط ما تحدثت فيه بأن ولد الشيخ له علاقة بالإعلان وربما ضوء أخضر إلى أن يعني يعلنوا أو يرى اليمنيون موقفا آخر يكذب هذه التكهنات على الأقل؟ عندما زار الرئيس المخلوع إلى صنعاء، هل كان ربما يعني اتفاق سري أو ما شابه ذلك، وتمخض عن هذا الاتفاق السياسي بين الحوثيين والمخلوع؟ لا شك هم أعداء، ولكن يتفقون على الهدف الذي يحقق لهم بعض متطلباتهم، وذلك لا نتحقق بحول الله. اولا ندرك جميعا ان اسماعيل ولد الشيخ مجرد موظف في الامم المتحده، كما بان كي مون السكرتير العام هو المسمى الحقيقي للامين العام، ايضا موظف لدى الدول المتنفذه في مجلس الامن، وهي من تقرر ومن تعطيها الضوء الاخضر لعمل ماذا يريدون ان ينفذ في اليمن. لا يترغب الولايات المتحده ولا روسيا ولا الصين ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا ايران ولا بعض القوى الاقليميه مع الاسف ان يتحقق السلام في اليمن. هم يقتاتوا على مثل هذه النزاعات وهذه الازمات. ايضا اغاظهم ان المملكه العربيه السعوديه شكلت تحالف. المملكه العربيه السعوديه ادركت مع جيرانها دول مجلس التعاون وبعض الدول العربيه التي شاركت في التحالف العربي ان الامن القومي للمنطقه بل نعم. مصلحة كامل. هذه الدول سيادة العميد، نعم مصلحة سيادة العميد، مصلحة هذه الدول التي تحدثت عنها ما هو في دعم الانقلابيين؟
وربما المملكة العربية السعودية والخليج هو حليف استراتيجي بالنسبة للأمريكان والبريطانية. ما الذي تغير؟ هناك مصالح، هناك اوراق ضغط تستخدمها في الاستراتيجيه العظمى لدى الدول العظمى في الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وغيرها وروسيا، يحتفظون دائما باوراق ضغط في جيوبهم على للضغط على الدول الحليفه والاستراتيجيه والصديقه. دائما القوى العظمى تحتفظ بمثل هذه الاوراق لابقاء الامور كما هي عليه. هذا مفهوم السياسه وفن الممكن. لم يقوم في اليمن الصين الحوار الحقيقي هو على ما يتم على الارض، ويجب ان تخرج الاستراتيجيات العسكريه واستراتيجيه العمليات المعده مسبقا من الادراج وتسلم للقاده وتحدد سعه الصين ويتوجه الكل الى الهدف النهائي. نعم. سياده العميد تكرم بالبقاء معنا، اعود لدكتور معين عبد الملك. دكتور معين، اذا هل تتفق فعلا مع بان هناك مثلا دعم من قبل المجتمع الدولي لطرفي الانقلاب، ام لك وجهه نظر اخرى ربما؟ لا أتفق كثيرا مع هذا الطرح، أعتقد أنها حركة يائسة من الطرف الآخر تحت ضغط معين. لاحظنا تصريحاتها منذ بدء الجولة الثانية في الكويت، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحوثيين. ربما دكتور هذا نوع من أنواع المغالطة التي اعتادوا عليها دكتور. دعني أخبرك بشكل صريح. نعم. كانوا محطوطين في يعني أمام استحقاق واضح بالانسحابات، بالنقاط الخمس الأخيرة التي تم الاتفاق عليها، بالانسحاب من العاصمة وعدد من المدن وترتيباتها دون أي استحقاقات أخرى. هذا ما وضعهم يعني تحت مطرقة الاستحقاقات تطبيق القرار 216. نعم. لذلك كان في واضح من رفضه منهم لن ننسحب ولن نسلم سلاح. نعم. باختصار أنا أتفق مع طرحه مع سيادة العميد، الحل السياسي كان سيعطي حل هش في اليمن، محاصصة مع ميليشيات انقلابية، طرح لا يحقق عدالة حقيقية، ارتكبوا الكثير من الجرائم، لكن ومع ذلك يعني ما حدث كان يعني أوضح مدى مراوغة الطرف الآخر وعدم، وبشكل صريح أعلنها المجتمع الدولي أنه لن ينسحب ولن يسلم سلاح. فأعتقد ما تحقق الآن أصبح واضحا أن يتم هذه معركة اليمنيين الآن بالنسبة لهم. يعني المجتمع الدولي استنفذ كل وسائله لمحاولة. نعم. لدعم المسار السياسي. نعم. دكتور هل هذا هو نعتبره نجاح لوفد الشرعية في مفاوضات الكويت؟ استطاع أن يصل بالميليشيا إلى هذه الزاوية وإلى هذه النقطة ويعري أمام المجتمع الدولي، أم أن التنازلات التي تقدمونها والتصريحات القوية التي دائما ما يتحدث عنها وفد الشرعية ثم بعد ذلك تتراجعون على الأقل آخر مرة في عدم الذهاب إلى الكويت ثم بعد ذلك خضعت للقرار عفوا لضغط المجتمع الدولي للضغوطات وذهبت إلى المشاورات؟ ماذا حدث عندما عدنا إلى المشاورات؟ عدنا وفق شروط واضحة، أولها المدة الزمنية، ثانيها خمس نقاط واضحة، الانسحاب وتشكيل اللجان العسكرية، وهذا ما يعني لم يتم ممارسة أي ضغوط على الجانب الحكومي طيلة الأسبوعين الماضيين. كان هناك توجه من المجتمع الدولي والمبعوث وفريقه للطرف الآخر كيف سيتم ترتيب المحور الأول متعلق بالانسحاب وتسليم السلاح، جوبه بتصلف وصلف يعني كبير من الطرف الآخر، تصريحات نارية، تهديدات للمملكة ودول الجوار، وكانت حتى غير لائقة ومن داخل الكويت يعني وبشكل. نعم. يعني أعطى جعل الدولة المضيفة تتحدث إنه هذه المدة أو هذه الجولة هي أسبوعان فقط. نعم. دكتور ربما. نعم. ما تحقق ليس. نعم. لم يقدم الطرف الحكومي أي تنازلات، الخمس النقاط تتعلق بالمرحلة الأولى ودون أي استحقاقات تتعلق بترتيبات سياسية. على الأقل دكتور، على الأقل دكتور ربما يعني هذا لا يخفى على أحد، هو النقاط هي واضحة منذ ذهابكم إلى الكويت وهي أيضا كانت يعني متفق عليها من بيال السويسرية، لكن كنتم في كان اشتراطكم منه ضمانات واضحة هذه المرة، وذهبتم بدون الضمانات على الأقل حتى إعلان أي ضمانات. هناك فرق بين نقاط خمس بيل، دعني أوضح ذلك، بين. نعم. النقاط الخمس في بيل والنطاق الخمس، النقاط الخمس الأخيرة. نعم. النقاط الخمس الأخيرة حتى المسار السياسي تم تأجيله إلى جولة قادمة. النقاط الخمس الأخيرة التي تم الاتفاق عليها قبل الذهاب إلى الكويت تتعلق بفتح الممرات الإنسانية الآمنة والانسحاب من المنطقة ألف وآليات للتنفيذ وتشكيل اللجان العسكرية والأمنية خلال مدة زمنية معينة، وتم النقاش بعض هذه التفاصيل لكن لم يوافق الطرف الآخر أصلا على الدخول فيها، فهي تختلف على نقاط بيل.
النقاط الخمس هي قواعد وضعت لجولة الكويت، وكان هناك دعم من المجتمع الدولي فيها وضغط من قبلهم على وفد الحوثيين طول طيال يعني طول فترة الأسبوعين. نعم، ما قيمة هذه النقاط دكتور؟ ربما ما دام الطرف الإنقلابي مصر على ما يريد في أي مفاوضات، ربما إقدامهم على خطوة بالأمس إعلان مجلس تنسيقي بين الإنقلابيين ولإدارة المحافظة التي يسيطرون عليها كان هو الجواب ربما على أي نقاط تبحثون عن التفاوض معهم فيها. انتهت فترة الأسبوعين، كان هناك مقترحات لتمديدها، لأنه في يعني مقترحات بحول حلول تتعلق بهذه النقاط الخمسة، الانسحاب وتسليم السلاح، وطرحت على الطرف الانقلابيون ورفضوها، لذلك لم ينتظروا حتى تنتهي هذه المشاورات، لكن أقدموا على خطوة نسفت كل، ليست فقط هذه الجولة ولا إمكانية التمديد في هذه الجولة، نسفوا المسار السياسي بشكل كامل، فهي خطوة تصعيدية. حتى من حديث كثير من المجتمع الدولي والسفراء أنهم لم يستطع الطرف الآخر حتى تبرير ما قاموا به، فبعضهم ادعى أنه لم يكن على علم بها. فالخطوة كانت مستفزة للمجتمع الدولي، مستفزة حتى للمبعوث والمسار السياسي والأمم المتحدة، كان واضح ذلك من بيانه. لكن هي كشفت بعد يعني 3 أشهر أن الطرف الآخر الذي جاء وهو يعلن أنه سيطبق القرارات الدولية وأنه ملتزم بها أنه مصر على انقلاب، لذلك يعني أصبح هذا الأمر جليا بعد الموقف الأخير. نعم دكتور، نعم كل ما ذكرت صحيح، لكن ربما أيضا الكثير يتحدث بأن هذه المفاوضات ربما كانت هي فرصة للانقلابيين لفتح علاقات للتواصل مع المجتمع الدولي، وربما نجحوا إلى حد كبير فيما يريدون التواصل معه في المجتمع الدولي. تكرم بالبقاء معي دكتور، وأيضا قبل العودة لسيادة العميد حسن الشهري سنذهب الآن مشاهدينا الكرام نستعرض معا هذا التقرير الذي يرصد أبرز الانتهاكات والخروقات التي حدثت خلال مشاورات الكويت، ومن ثم نكمل الحديث. حياكم الله من جديد. إذن ضيفي الكريمين، ربما استعرضنا المحطات التي والخروقات التي قامت بها الميليشيا خلال فترة الهدنة، القصف المستمر، المعارك التي حاولوا يعني تجيشها في كل جبهات القتال، عدم الالتزام بأي من بنود الهدنة التي كان المتفق عليها والتي أبرمت من أجلها. أعود إلى سيادة العميد حسن الشهري. سيادة العميد، التقارب ربما بين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع الذي تكلل أمس وبشكل واضح وصريح، هل كان من وجهة يعني تعتقد بأن الرئيس المخلوع أراد إيصال رسالة للمملكة العربية السعودية بأن تجاهلكم للرئيس المخلوع وعقد لقاءات ربما بعيدة عنه مع ميليشيا الحوثي لن تفيدكم وأنه هو من بيده القرار؟ لا شك، ولا زال يحتفظ بيده باوراق اخرى، هو يدير من خلال اقاربه قاعده وداعش في جنوب اليمن، مع الاسف لا زال لديه قوات، هو يشتري مع الاسف ذمم بعض الاخرين، الطرف الاخر الحوثيين ايضا يشعلون نار الفتنه من خلال البكائيات الجديده في ما حصل في جبل صبر والانتهاك لاعراض اهل البيت كذبا وزورا. كل هذه الامور لم تعد تنطوي على المجتمع الدولي ولا على الشعب اليمني بالذات،
نعم. انا اعتقد ان علي عبد الله صالح يود ان يرسل رساله ولكن لن يستجيب لاحد. علي عبد الله صالح خارج اللعبه تماما، هو يناور فقط من اجل ان يحصل هو على مكاسب خاصه قد تتيح له انه يغادر اليمن بطريقه ما. الحوثيون الان وعلي عبد الله صالح في اضعف مراحلهم. يعني هل باعتقادك الرئيس المخلوع نعم نعم سيادة العميد، هل باعتقادك الرئيس المخلوع أعطى ميليشيا الحوثي مثلا ضمانات أو وعود وأقنعهم أكثر من يعني اللقاءات والتفاهمات التي أعطتهم المملكة العربية السعودية، ولذلك اتخذوا كمان هذه الخطوة وتجاهلوا كل اللقاءات بين السعودية وبينهم؟ كل الوعود تأتي من الخارج، تأتي من طهران وعلي عبد الله صالح شريك. إذا جميل. لكن علي عبد الله صالح ليس الهدف المجلس الرئاسي، علي عبد الله صالح هدفه تدمير اليمن. وليس نعم. تشكيل مجلس رئاسي لأنه يستطيع أن ينقلب عن الحوثيين في أي لحظة. إذا لم تتحقق له بعض مطالبه أو ما يتمناه هو وأحفاده. أود الإشارة فقط أن مراحل الأزمة اليمنية بدأت بالدبلوماسية ثم انتقلت إلى إدارة عمليات عسكرية تحت مستوى أو دون مستوى الحرب. ثم انتقلت للمرحلة الثالثة إلى دبلوماسية لمدة 3 أشهر. أنا أعتقد أن الشوط النهائي عسكري وبامتياز وسيقضي على الانقلاب بالكامل بحول الله. نعم، إذا هل المملكة العربية السعودية والتحالف العربي اقتنعوا هذه المرة بعد إعلان هذا التحالف الواضح بين المخلوع وميليشيا الحوثي بأن المسار في المسار السياسي ربما لم يجدي مع الانقلابيين؟ وأن الضرورة باتت ملحة لاتخاذ موقف حازم بحل ميداني عسكري. اتخذ قرار عاصفة الحزم في غياب تام عن العالم، لأنه تهديد واضح ومباشر للأمن الوطني والقومي الإقليمي دول الجزيرة العربية، وتعداه إلى أمن إقليمي ودولي. وبالتالي للمملكه العربيه السعوديه ودول الخليج والتحالف ايضا لها اوراق ضغط قويه جدا تعادل اوراق ضغط الدول المتنفذه في مجلس الامن. نعم. ونستطيع ان نواصل عملنا العسكري حتى بحول الله يعود اليمن الى اهل اليمن الحقيقيين وليس للمرتزقه والعملاء. نعم. لكن ربما سيادة العميد اسمح لي، الكثير يتحدث بأن ربما سياسة المملكة في الاتجاه نحو الحسم العسكري تغير في الفترة الأخيرة، وربما يعني ضغوطات دولية أو ربما لسياسة معينة، البعض يعتبر بأنه يعني ما كان يهدد المملكة من الأسلحة الاستراتيجية ربما قضت عليه وهي الآن في مأمن، هل هذا الطرح صحيح؟ أؤكد كمواطن سعودي أن سياسة المملكة العربية السعودية ومبادئها ثابتة لا تتغير ولا يمكن أن تساوم على عقيدتها ولا على أمنها مهما كانت الضغوطات ولا تنظر لها. اتفقتي ما حدث عشية 26 مارس 2015 بدأ ليحقق أهدافه وهذا ما سنصل إليه بحول الله سبحانه وتعالى. نعم سيادة العميد، إذا نعود للدكتور معين عبد الملك. دكتور معين، فعلا الآن كما تحدث سيادة العميد بأنه لا مناص ولا تراجع عن عودة الشرعية وعن حفظ أمنها القومي والإقليمي ودعم اليمن حتى عودة الشرعية إلى صنعاء. أنت تقرأ توجه المجتمع الدولي يأتي في هذا السياق أم ربما هناك نوع من يعني التماهي مع حل سياسي آخر بعيدا عن الحسم الذي كان ربما في العام الماضي وانطلاق عاصفة الحزم كان قويا وواضحا لابد أن يعني الإنهاء هذا الانقلاب؟ لغة المجتمع الدولي في بداية المشاورات غير نهاية المشاورات، وهذا ما لمسته بشكل كبير. يروا أن الحل السياسي أصبح صعب، لم يفقدوا الأمل طبعا، لكن أعتقد أنه الآن قرار مجلس الأمن واضح، هذا الانقلاب يهدد السلم الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. تسبب في حرب داخلية شديدة، اليمنيين حملوا السلاح دفاعا عن كرامتهم في كل المدن، لا يوجد انقلاب يوجد هذا الكم من الحروب الداخلية في كل المدن تقريبا في اليمن عانت منها ودفعت الثمن غاليا. نعم. إذن المجتمع الدولي كان لديه أمل بالسلام في بداية مشاورات الكويت، بدأ يفقد هذا الأمل تدريجيا، ثم انحصر الضغط على الطرف الآخر مع نهاية المشاورات في بنود واضحة تتعلق بالانسحاب وتسليم السلاح،
ثم راينا هذه اللغه التصعيديه والجنونيه من الطرف الاخر، ثم انتهت بخطوه امس. انا اعتقد انتهت هذه الجوله، سيبقى المجتمع الدولي يحاول ان يبحث عن حلول سلميه، لكن هو موقن ان الطرف الاخر لن يقدم اي شيء في هذا المجال. ربما المجتمع الدولي دكتور معين هو واضح ومصر، وحتى لو يعني فشلت مفاوضات الكويت ربما يعودوا مره اخرى الى البحث عن كويت اخر او ربما جنيف اخر او ما شابه ذلك. اذا الحكومه الشرعيه الان هل هي اذا ما ذهب الجميع في اليمن نحو الخيار العسكري مستعده لهذا الخيار؟ هذا خيار الشعب. القتال ليس فقط شرعية وانقلاب، هو دفاع من كل يمني عن كرامته، تفجير منازل، يعني قرى أبيدت، خبزة في مدينة في رداع دفع قرية خبزة دفعت ثمنا باهظا بعد 21 سبتمبر. كما قلت لك هذه معركة كل يمني، يعني ما حدث انقلاب على كل قيم الجمهورية والمواطنة المتساوية والشرعية التوافقية والدستورية، ما حدث كان يعني حدث تاريخي. اليمنيون الآن يدفعون ثمن باهظ لتحالف من قوى مسلحة مارست عنف غير مسبوق في التاريخ اليمني الحديث. نعم. الإخوة في التحالف هم سندنا، وكما قلت نعم. الموضوع تعدى الموضوع من حرب داخلية إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. نعم. المجتمع الدولي كان يعني في البداية أعطى مساحة، والآن حاول أن يبحث عن حلول، وكما قلت الطرف الآخر كان يخادع بأنه سيطبق القرار الدولي، والمجتمع الدولي دكتور لا تجلس معه. نعم دكتور معين، ربما الفرص تأتي للشرعية للأسف وللحكومة الشرعية دائما فرصة تلو الأخرى، لكن ربما الكثير يتحدث بأن للأسف الشرعية لا تستطيع أن توظف هذا الدعم سواء من التحالف أو من المجتمع الدولي واقتناص الفرصة لإنجاع حل سياسي أو عسكري في اليمن بشكل سريع. هو لا ننكر أن هناك تقدم، لكنه تقدم بطيء. يعني الآن الشرعية موجودة في مارب وموجودة في هناك أوضاع صعبة على الأرض، ثمن يدفع ثمن باهظ، لكن الوضع الآن يختلف بشكل كبير. أصبح الجيش الوطني هو في المقدمة، دعم التحالف يأتي، لكن في البداية الوضع كان يختلف عن الآن تماما، لم يكن هناك تمركز حقيقي للجيش الوطني على الأرض. نعم. المسافة عن صنعاء ليست مسافة بعيدة، لكن كان هناك ضغط من المجتمع الدولي أنه اعطوا للسلام فرصة، وفعلا كان هناك توجه أنه إذا كان هناك حل سيحقق انسحاب وتسليم للسلاح أقل كلفة لليمنيين، فلماذا لا نجرب هذا الخيار؟ نعم. اتضح وبلغة واضحة أن الانقلابيون رافضون لذلك، ونحن نعرف ذلك. معظم من هم كانوا موجودين في الصورة أمس مرتبطون بسوق سوداء ومصالح ومليارات من نهب المؤسسات العامة. شبكة حرب أصبحت مسيطرة على العاصمة صنعاء. نعم. ليس رجال دولة، تفكيك لبنية الجيش والأمن والأجهزة، يعني أعتقد ما حدث كان محبط للجميع. نعم. لكن خياراتنا واضحة لإكمال الانتفاضة. نعم. التي نعم دكتور معين، ربما الكثير يتحدث بأن هناك فيتو تتخذه المجتمع الدولي على وجه التحديد أمريكا بأن دخول العاصمة صنعاء عسكريا خط أحمر. إذا ما فشلت المفاوضات الآن في الكويت وربما قد فشلت يعني فعليا، هل ستعطي الضوء الأخضر للحكومة الشرعية للتحالف العربي أيضا لدعم الحكومة اليمنية لاتخاذ خياراتها في استعادة الدولة؟ الخيارات مفتوحة، ومهما كان هناك ضغوط هي ضغوط اتجاه مسار سلام وليس فيتو على دخول صنعاء وغير ذلك. لذلك أعطي لمسار السلام مساحة معينة طول الفترة الماضية، وكان تحت رقابة المجتمع الدولي ونقاشات واضحة وسيناريوهات واضحة كيف يتم ترتيب موضوع الانسحاب وترتيب القيادة العسكرية والأمنية وترتيب إعادة موسى، كل هذا طرح. الآن المسار واضح، هذا خيار اليمنيين الآن، لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه. نعم. فأعتقد الآن الخيارات مفتوحة، استنفذ إلى حد كبير النقاشات المتعلقة بماهية الحل السياسي، والمجتمع الدولي يراقب ذلك، والآن نعم. عدنا إلى الخيارات السابقة. نعم سيادة العميد حسن الشهري، سيادة العميد أنت من وجهة نظرك هل المجتمع الدولي سيبارك أي خطوة يتخذها التحالف العربي والحكومة الشرعية في اليمن لإنجاز حل في اليمن سواء عسكري أو بطرق أخرى؟ بالعمل العسكري لا يبارك المجتمع الدولي، لأن الصورة أصبحت واضحة الآن، في أخبار متواترة أنه إسماعيل ولد الشيخ لم يستطيع تنفيذ ما أوكل إليه من مهمة حسب متطلبات مجلس الأمن والأمين العام، وبالتالي
المعلومات المتواتره تقول ان هناك شخص اخر ربما هو البرادعي الذي ضيع العراق وسلمها لايران في يوم من الايام بتسليم تقارير كاذبه ومزيفه للولايات المتحده وبريطانيا حتى اصبح الحصن او قلعه العرب الشرقيه اصبحت في خبر كان. فاذا كان ما قيل عن البرادعي ان سيكون هو الوسيط الدولي في اليمن فسيعمل على تدمير اليمن كما دمر العراق وكما سلم العراق لايران، ولكن هذا لم يحدث. نعم. المجال العسكري العمل العسكري الان هو الخيار الوحيد فقط، لا خيار غير خيار القوه. نعم. كما ذكرت سابقا هناك اربع اشواط اذا اردنا ان نبسطها: دبلوماسي عفوا، نعم، المبادره الخليجيه، نعم، ثم عمل عسكري 26 مارس عاصفة الحزم، ثم أيضا دبلوماسية استمرت لهدن معينة، ثم الهدنة الطويلة استمرت أكثر من 70 يوم. أنا أعتقد أنه المرحلة الأخيرة والشوط الأخير يجب أن يكون عسكري. الجيش الوطني والمقاومة لديها القدرة كاملة، تنقصها الإرادة من القيادة اليمنية، موقف القيادة مع الأسف ضعيف، نعم، دبلوماسيا على المستوى الدولي. ربما سيادة العميد، نعم، ربما سيادة العميد يربط يعني الحكومة الشرعية وموقفها هو موقف التحالف العربي. لو كان هناك موقف واضح من قبل التحالف على وجه التحديد المملكة العربية السعودية وضوء أخضر للحكومة الشرعية وللجيش الوطني، ربما الوضع تغير تماما في الميدان. لا، أنا أود الإشارة إلى جزئية معينة. تكلم عن الدبلوماسية، وزارة الخارجية اليمنية معطلة. نعم. معظم او 99% من الدبلوماسيين في الخارج هم يعملون صالح الحوثي على عبد الله الصالح، لا يعملوا لمصلحه فخامه الرئيس هادي او معالي عبد الملك المغلافي وزير الخارجيه. نعم. السفارات في الخارج معطله، لا يوجد لديه ناطق رسمي او متحدث او من يدافع عن الشعب اليمني وعن الشرعيه الا المبعوث الدائم في الامم المتحده، لم نجد من الاخرين اي حركه في اي عاصمة دولية تستطيع ان تتخطى. نعم سيادة العميد، سأنقل هذه النقطة المهمة. نعم سيادة العميد اسمح لي أنقل هذه النقطة للدكتور معين عبد الملك. دكتور معين، ربما سيادة العميد الشهرية تحدث بأن هناك لا يوجد أي تواجد للدبلوماسية اليمنية في الخارج، وحتى وزير الخارجية، ومن يتكلم باسم اليمنيين هو ولد الشيخ فقط. هناك تحسن في ملف الخارجية، لكن أيضا كما نعلم وزير الخارجيه انشغل كثيرا بملف المفاوضات، لكن لا نستطيع نقول انه كما كان سابقا هناك تحسن الى حد ما. تحتاج الكثير من العمل، ونعتقد الان ستتفرغ الحكومه ويتفرغ وزير الخارجيه لهذا الملف. نعم. طيب اذا سياده العميد، ايضا اعود لك من جديد. المملكه العربيه السعوديه ربما الكثير يتحدث واصبح واضح للعيان بان اي حل في اليمن يبقي ميليشيا الحوثي ولديها السلاح ربما هي حرب مؤجلة، ستكون المملكة هي الهدف القادم بالنسبة لها. هل هذا وارد؟ المملكة العربية السعودية مستعدفة في عقيدتها، مستعدفة في مقدساتها، مستعدفة في شبابها، مستعدفة في كل شيء. علينا أن نتخذ الأسباب لنؤجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة على القصع. نعم. وهم الآن في كل الاتجاهات، نتخذ الأسباب لنبقى ونقيم ديننا ونقيم مروءتنا وعزتنا، وإذا كنا واقفين على ساقين نستمد العون من الله عز وجل فلن يغيرنا أحد، فمن كان الله معه. نعم. فلن يضره ما سواه. نعم سيادة العميد، هل المملكة الآن لديها نفس يعني على الأقل الحزم الذي بدأت في عاصمة الحزم لاتخاذ مثلا أي قرار وحسم عسكري حتى لو أغاض المجتمع الدولي أو سبب مشاكل مع حلفاء الخليج الاستراتيجيين؟ رجل الحزم موجود، والحزم موجود، والحسم قادم. نعم هذا ما نتمناه. إذن سيادة أعود للدكتور معين عبد الملك. دكتور معين، كان اليوم أنباء تتحدث بأن هناك لقاء مع الدول 18، هل التقيتم بهم وكيف تلقوا إعلان الوفدي الانقلابيين في صنعاء لتشكيل مجلس سياسي لإدارة المناطق التي يسيطرون عليها؟ كان هناك صدمة، احنا التقينا بعدد من السفراء والتقوا رئيس الفريق بالعدد الباقي من السفراء. كان هناك صدمة واضحة من قبلهم،
أنا أعتقد أمس كان بيان ولد الشيخ واضح، وأيضا تغريدات عدد من السفراء التي نقلت جزء من هذا البيان، وكان موقف أعتقد واضح منهم ربما إنه ما حد دكتور ما تناوله ولد الشيخ البعض يسميه تعليق وليس بيان، ليس فيه مثلا أي عقوبات اتخذت أو أي تهديد من قبل الأمم المتحدة للميليشيا ولإقدامهم على هذه الخطوة. لكن كان في توصيف واضح في آخر فقرات البيان لما تم، لأنه حتى المبعوث كان يعني مصدوما مما حدث، وإلى حد كبير حتى سفراء الدول التي كانت ليست بعيدة عن المشهد وتعلم أن هذه الجولة كانت جولة يعني هشة. هناك محاولة كان لتمديدها من أجل اتفاقات ضغط كما شرحت على الطرف الانقلابي لفترة طويلة، خلال فترة الأسبوعين كان تركيز على الطرف الانقلابي، لكن الخطوة الأخيرة أمس كانت قاسمة وجاءت في توقيت أعتقد في استهتار واستهانة بالمجتمع الدولي. نعم، عضو الوفد جباري تحدث بأنكم ستغادرون الكويت وأن المشاورات انتهت، هل فعلا هذا قرار أخير؟ هي أصلا تنتهي فعليا غدا يعني المساء، وما كان يطرح أنه إذا هناك اتفاق وإذا وافق الحوثيون نتيجة نقاش وضغط وتواصل من عدد من الدول وضغطها عبر سفرائها أنه قد تمدد ليومين أو ثلاثة أو أربعة. قتلت هذه المقترحات بالكامل بالخطوات أمس، التصعيد كان واضح، وأعتقد هذا يعني مغادرة في سياق انتهاء المشاورات. نعم، والإخوة في الأشقاء في الكويت كانوا واضحين في ذلك ومستاءون أيضا مما حدث، نعم لأنهم استضافوا نعم رئيس وفد الانقلابيين دكتور معين ربما قال أنهم مستمرون وهم حريصون على السلام وأن ما حدث في صنعاء لا علاقته باستمرارهم في المشاورات. لا، هو عنده استخفاف. المشكلة أن الطرف الآخر يقرأ دائما المواقف خاطئا. المرة السابقة تحدث عن تمديد لأكثر من أسبوعين، التمديد هذا يتم عن طريق المبعوث والدولة المضيفة، لا يمكن أن تتحدث نيابة عن الأشقاء الذين يستضيفوننا. لذلك جاء الرد سريعا، والآن ويتحدث أنه لم يحدث شيء وأن المشاورات ستمدد. من سيمدد؟ هناك جولة لأسبوعين واضحة، ولد الشيخ كان واضحا في ذلك، كلمته حتى في افتتاح هذه الجولة كانت واضحة، ما هي المحاور التي ستناقش وما هو شكل الاتفاق الذي سيوقع. لكن يعني تبقى تصريحاتهم ديماغوجية بعيدة تخاطب الشارع لديهم. نعم، يعني لكن واضح ما نعم. إذا التالي دكتور معين، التالي بالنسبة للحكومة الشرعية ولوفد المشاورات ما هي؟ تفضل نختم بها منك. كان هناك وفد يمثل الحكومة في هذه المشاورات بناء على المرجعيات. الآن ما حدث يتطلب مواقف دولية واضحة، اجتماعات قد تكون حتى في مجلس الأمن، هناك تشخيص واضح من المجتمع الدولي الذي كان لصيقا بهذه المشاورات. انتهى دورنا الآن، لكن ما لم يحدث تقييم حقيقي لما حدث وللخطوات السابقة ولهذا المسار السياسي من قبل المبعوث والدول، لن تكون هناك أي نتائج. فبالنسبة لنا هذا يعني هذا أقصى ما يمكن عمله في هذه الجولة التي كان يعول عليها الكثير. نعم دكتور أو سيادة العميد حسن الشهري، ما هو الخطوة التالية من وجهة نظرك بالنسبة للتحالف العربي وأيضا للمملكة العربية السعودية على وجه التحديد؟ بالإشارة فقط إلى بيان إسماعيل ولد الشيخ. نعم تفضل. لم يكن الحقيقة أتى بحقيقة منتوية، والحقيقة المنتوية في عرف الحكماء كذبة كبرى وتشكل خطر عالمي على الحوثيين وعلى مشروع إيران التمدد ومشروعها التوسعي في المنطقة وما ضمنته أمريكا في الاتفاقيات السرية 5+1 بين اتفاق النووي مع إيران. كل النوايا الخبيثة التي كانوا يختبئون خلفها أصبحت الآن مكشوفة بفضل الله. الخطوة القادمة ما أراه وأرجوه ويرجو كل منصف أن يكون هناك عملية عسكرية تبدأ كما بدأت 26 مارس بقوة وينهض الشعب اليمني كامل، فلينهض أشقائنا في كهامة في الحديدة في حرب في المخا في جديد في الجراميك وكلهم رجال، فلينهض أهل تعز يهبوا ويضعوا أيديهم في أيدي بعض، ولينهض كما وقفت مأرب كما وقفت جميع المحافظات الجنوبية بقوة
لأبنائه وبذلت الغالي والرخيص من أجل أن لا يستعبدوا ولا يبلوا. لم يبقى إلا أقليم آزال، أقليم محدود، إذا أعطي الضوء الأخضر للجيش الوطني والمقاومة وهناك دعم قوي جدا من التحالف بريا وجويا وبحريا ولوجستيا سنصل إلى أهدافنا في أقرب وقت ممكن. أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من أبها. الشكر أيضا للدكتور معين عبد الملك عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي بشير الحارثي وأيضا المعد لهذه الحلقة الزميل أسامة القطيبي، كما هي أيضا لكم من طاقم الفني في القناة. شكرا لكم، حتى الملتقى بحلقة جديدة من فضاء حر. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.